ولنقاش الملف السوري وتطورات الأوضاع بعد 10 سنوات من الثورة والجهود التفاوضية للحل، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أرفا التركية الكاتب والمحلل السياسي ركان الخضر. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم ومشاهديكم الكرام، أهلا وسهلا. قبيل الذكرى 10 لاندلاع الثورة السورية لا تزال الأزمة تراوح مكانها، كيف يمكن قراءة بيان وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا حول الأزمة الإنسانية في سوريا؟ لا يخفى على أي مراقب أو سياسي يتابع الملف أو القضية السورية على أن الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وقطر بأنها كسرت الجمود الذي كان عنوانا أبرزا للمرحلة السابقة. وهذه الأطراف لا يخفى أيضا على أحد أنها فاعلة في القضية السورية. سيساعد كثيرا هذا في تحريك الملف السوري وإخراجه من حالة الجمود. ثم أن الملاحظ هو خلق مسار جديد نواته كل من روسيا وتركيا وقطر، وهناك تغير في واضح في المحاور ودخول دولة عربية مدعومة وبشكل كامل من دولة داعمة للثورة السورية ألا وهي تركيا، تناصر طبعا قضية السوريين الثورة السورية وخيار الشعب السوري في التغيير. نعم. وأيضا اللافت أنه غياب إيران من المعادلة، وهذا أمر إيجابي كبير جدا. نعم. بالنسبة للسوريين سنتحدث عن غياب إيران، لكن أكد هذا البيان على عدم جدوى الحل العسكري في سوريا. إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الحلول الدبلوماسية أن تحقق على أرض الواقع في ظل كل التدخلات الإقليمية في سوريا؟ طبعا هناك اتفاق كامل في الأمم المتحدة وبيانات جنيف وأيضا أستانا وسوتشي وكل المؤتمرات التي دارت حول القضية السورية هي في التأكيد على أن الحل سيكون سياسيا وعدم تمكين أي طرف من الأطراف من الحسم العسكري، وهذا ما لاحظناه في عملية خفض التصعيد وأيضا ما جرى في الجنوب السوري من تسويات ومصالحات وأيضا ما يجري في الشرق السوري على يد الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ذلك أو الملاحظ من كل ذلك أنه لا يراد أن يكون الحسم فيها عسكريا وإنما عن طريق طاولة المفاوضات. وعلى والشعب السوري طبعا له أمنية وأمل أن يكون الأمل. نعم. الحل عبر مقررات جنيف 2245، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وأيضا تشكيل مجلس عسكري يقوم على ضبط السلاح المنفلت وأيضا ضبط وبسط الأمن وتهيئة الظروف المناسبة للانتقال السلطة بدون أي معوقات ومشاكل. شكرا جزيلا لك ركان الخضر الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة أرفا التركية.